هذا وشارك جلالة الملك عبد الله الثاني جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد قصر الهاشمية بعمان، حيث استمع جلالته والمصلون إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد هليل. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني صباح اليوم جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد قصر الهاشمية بالعاصمة عمان، ولدى وصول جلالته إلى باحة المسجد حيته ثلة من حرس الشرف وعزفت موسيقات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي السلام الملكي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته. كما ألقى سماحة الدكتور أحمد هلي القاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية خطبة صلاة العيد، واستذكر فيها عددا من المعاني العظيمة لقيمة الحياة الإنسانية والنفس البشرية. كما حيا جلالة الملك الحضور الذين عبروا عن أسمى التبريكات والتهاني لجلالته بعيد الأضحى المبارك.